هذا شرف لي باش يحضروا معي هاد الاخوان، وحتى اللي كيسمعوا اللي كنبغي نقدم لهم الشكر الكثير لجميع المغاربه وجميع الرياضيين، وكنتمنى لهم التوفيق والصحه والعافيه، وكنتمنى لبلادنا الازدهار تحت القياده الرشيده المولانا المنصور بالله جلاله الملك، وكنشكركم على التعب اللي تعبناكم معنا، وكنتمنى لوليداتنا اليوم عندنا فريق وطني متكامل من اطر تقنيه، اطر اداريه، اطر طبيه اللي عندها ولاعبين مهاره اللي عندهم باش يقولوا كلمتهم في هذا كاس افريقيا اللي غادا تكون ان شاء الله في مصر الحبيبه، ونتمنى وماشي التمني صادق باش نفوزوا بكاس افريقيا ان شاء الله. عندنا الامكانيات وعندنا اللاعبين كبار كيلعبوا في المستوى العالمي، وان شاء الله غادي يحققوا الفوز كما حققوه الاخوان ديال 76.